انتقل بكم إلى نقل وصول أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى العاصمة الرياض في أولى وجهاته الخارجية منذ توليه الحكم. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم هذه اللقطات من مطار الملك خالد الدولي، حيث يصل إلى أرض المملكة سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه الحكم. وفي استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وهذه الزيارة هي الأولى الخارجية له منذ توليه مقاليد الحكم، والتي تعكس متانة العلاقة الأخوية ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذه اللقطات لمراسم استقبال أمير دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والذي كما ذكرنا لكم أنها هي الزيارة الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم. والذي في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأيضا عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وأيضا ذلك كله ترحيبا به في أرض المملكة هو والوفد المرافق له. وهذه الزيارة كما ذكرنا لكم هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم، والتي تأتي انعكاسا لروابط الأخوة والاحترام المتبادل ما بين الدولتين.